ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفي القناه بتاعتي، انزلي حالا اشتركي فيها، واهم حاجه تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه في قناتي. وانزلي حالا اعملي لي لايك وكومنت عسى زيك برايك، ووصلوا الفيديو ده ل 30 لايك. بس انا بطلب اعداد قليله اهي عشان تقدروا تعملوها. يلا بينا بقى نبدا الفيديو. فيديو النهاردة مشتريات كنت محتاجاها استخدمها، مشتريات لجهازي، كلها حاجات بسيطة خالص، بس انا بحب اشارك الحاجات دي اول باول معاكم عشان البنات اللي بتجهز تستفاد منها، والبنات برضو اللي بتستخدم حاجات تستفاد من الحاجات اللي انا بشتريها. يلا، هي مشترياتي عبارة عن شوية لبس مع مشتريات حاجات كده يعني. يلا بينا نشوف. اول حاجة اشتريتها وهي زيت جوز الهند، جبت ب5 جنيه زيت جوز هند من عند العطار. طبعا اللي عارفني وبنتابع فيديوهاتي عارف ان انا بموت في حاجة اسمها زيت جوز الهند، ده كان اول حاجة انا اجيبها. تاني حاجة اشتريتها وهي زيت الارجان، جبت ب10 جنيه زيت ارجان عشان استخدمه لشعري، واشوف في بنات كتير جدا بتقول لي زيت الارجان حلو ولا لا، طب استخدميه شوفيه كده. انا بجيب من عند عطار موثوق فيه، انتي اختاري عطار موثوق فيه وبتجربي حاجته من زمان، ما تشتريش من اي عطار وخلاص، بالذات الزيوت اللي بتستخدميها لشعرك ولبشرتك. زيت الارجان للشعر بيعالج الشعر التالف والمتقصف والمسبوغ والمعالج بالبروتين والكرياتين، هستخدمه بعد كده اقول لكم رايي فيه. طبعا هطلع بريفيو كامل على اليوتيوب. وبعد كده جبت زيت لبان الذكر او زيت لبان الذكر، هعمل لكم ريفيو كامل عنه، اشتريته هو عشان اجربه. نتيجه زيت لبان الذكر بتبان من شهر لشهرين، فاستنوا الريفيو، اول ما احصل على اقرب نتيجه اكيد طبعا هطلع لكم واقول لكم ده عمل معايا كذا وكذا وكذا، تمام؟ فهشوفه كده واطلع اعمل لكم ريفيو عنه. وبعد كده اشتريت الروب العسل السكر ده، الروب ده مش عارفه كان عامل 200 جنيه تقريبا او مش عارفه 200 وحاجه، ده روب طويل اسود، انا جبت اللون الاسود بتاعه. انا لسه كنت ما جبتش الارواب اللي هي الستان اللي هي العاديه دي اللي هي بتاعت البيت، حبيت ان انا اجيب ده اللي لونه اسود. انا ما فضليش حاجات كتير في الهدوم، كل الهدوم اللي انا جبتها شلتها، مش عارفه اطلعها لكم، مش عارفه افرجكم عليها، فاي حاجه بشتريها جديد طبعا فبوريكم. فجبت ده كده اول حاجه في الهدوم يعني. تاني حاجة الروب ده طبعا حبيته اكتر من التاني عشان قصير، بس انا قلت التاني عشان لو دخلت انشر ولا اي حاجة، ده قصير، جبت منه اللون الاحمر طبعا تحفة، شايفين اللون عامل ازاي؟ خرافي 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 بجد، جامد جدا. وكمان انا طلعت قصته كده، ف تحفة 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 يعني، عارفين اللي هو ايه الجمال ده يعني، بجد عايزه اقوم اتجوز دلوقتي عشان البس الحاجات الحلوه دي. تمام اهو ده شكله. طبعا جبنا دبابيس، ماما خدت نصها حتى ما استنتش ان انا اصور الحاجات معاكم، فكت الكيسه وخدت نصها وانا خدت نصها، وجبت دي كده هشيلها في جهازي. ده شكلها، دي شكلها عادي خالص، ماما كانت جايبه منها كام واحده، خدت منها واحده قلت الحاجات دي هتنفعني برضو، دي مش جايبه لي الجهاز، ده جايباه الف بيه شعري الطاقيه عادي، ده هشيلها في الجهاز. دي بقى الابره دي هقول لكم جايباها ليه، جايباها عشان خاطر الكولاجين، هسحب بيها الكولاجين. طبعا الكولاجين انا قلت لكم ان انا هعمل لكم ريفيو كامل عنه اول ما اجربه بالكامل لوشي وشعري وكل حاجه، هعمل لكم ريفيو كامل مكمل عنه، استنوا مني ريفيو بتاع الكولاجين كمان. بعد كده جبت القطن ده، القطن ده حلو قوي قوي قوي، اللي هو القطن بتاع المحلة الكبرى الصياد، القطن الطبي ده جميل جدا، من اجمل الانواع اللي انا بجربها. جبته طبعا مش عشان اشيله ولا عشان استخدمه، عشان خلص من عندي وكده شبه خلص، فانا بحب يكون عندي يعني حاجة شايلها اول ما ده يخلص بطلعه على طول، ومدة الصلاحية بتاعت القطن 5 سنوات اللي عايز يجيب قطن ويشيله في جهازه، تمام. وبعد كده جبنا الفازلين ده، ده فازلين طبي، بس الفازلين اللي هو مش الاصلي، اللي هو اهو ده بيبقى شكله من جوه. الفازلين يا جماعة العادي خالص، مش اللي هو بيتباع في الصيدلية تقريبا ب5 جنيه اهو، طيب مكتوب عليه 5 جنيه، ماما بتجيبه ب5 جنيه، ده احنا جايبينه عادي يعني للايد للرجل لأي حاجة، بينفع في اي حاجة، ف
بنجيب على طول منه، كل ما بيخلص بنجيب، وهعمل لكم برضو ريفيو عنه اول ما يخلص. جبت التوكة العسل دي اشيلها في جهازي، جميلة خالص. انا بحب افرق شعري يعني واسيبه من ورا وكده، فحبيتها قوي قوي قوي، جميلة خالص. الوانها غريبة وهي اصلا يعني قماش كده ساتان، عجبتني جدا. والتوكة دي كمان اهي تحفة برضو، عجباني جدا، تحفة تحفة تحفة. بحب اوي انا الحاجات الكيوت الجميلة دي قوي. وده التوكة، لا دي وريتهالكوا قبل كده، ده بقى ما وريتهالكوش، اللي هو الدبوس بتاع الارواب وكده، يعني مثلا حاجه زي الروب اللي انا لسه موريهولكو، لفيت مثلا الحزام عليه، وممكن احط دي من فوق كده، شكلها خرافي اهي، تحفه والله العظيم يا جماعه. الحاجات دي تغبل، انا بموت في الحاجات دي، بموت 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 فيها حرفيا، بعشقها بجد. تعالوا نشوف الحاجات اللي بعد كده. طبعا انتوا عارفين ان انا هجيب كمية من المناديل في جهازي، هجيب 100، دول اول اتنين اجيبهم. جبت واحدة بالفراولة، والتانية اللي هي المناديل البيضة العادية خالص، دي اسمها المارد اهي، ومرسوم عليها مارد يعني الجنن. والتانية بالفراولة ليمور، طبعا ليمور اللونها ابيض، جميلة برضو، ماركة ليمور تحفة في المناديل، بحبها قوي فعلا. استنى بقى نشوف الحاجة اللي بعد كده. انا قلت اجمع لكم مشتريات كتيرة المرة دي، عشان ايه كل مرة بوريكم مشتريات صغيرة. بصوا بقى التوكة دي معسولة برضو، دي حبيتها جدا. دي بقى كانت من الحاجات اللي انا محتاجاها، عشان ساعات برفع زعرورة لورا وشعري ما بحبش اربطه بالحاجات اللي هي الصغنونة دي، فدي عجباني. بصوا هوريها لكم اهي، شكلها جامد وطرية كده وحلوة على الشعر، جميلة. وكمان فيها فيونكة، فتحفة، وتحسوا الفيونكة كده فيها حتة حديد، لا جميلة جدا جدا جدا، من الحاجات اللي انا فرحانة ان انا جبتها. هنشوف اللي بعد كده. بصوا بقى، بصوا المعلقتين دول، المعلقتين دول كانوا جايين مع وجبة كنتاكي، بصراحة استخسرتهم وقلت لازم اشيلهم في جهازي، عجبني جدا. بصوا كمان اللي هي جماعة ناشفين، مش اللي هو لا العاديين، لا ده ناشفين، قلت للبيت الايس كريم لجيلي انا وجوزي، يعني جايين اتنين انا وجوزي، فقلت برضو اشيلها كده في الجهاز، كله هينفع يا جماعة. برضو الدبوس ده جبته اهو على شكل فراشة، جميلة، من اجمل الدبابيس برضو اللي شفتها، تحفة جدا، عجبني قوي 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 قوي. بصوا بقى هوريكم سلسلة طبهات، جبت طبهات كتيرة جدا لجهازي. اول طب جبت لونه احمر، تمام اهو، وبعد كده جبت الطب ده ابيض، وبعد كده جبت الطب ده لبني. بصي انت هتحتاجي في جهازك على حسب استخداماتك للطب، البودي الطب اللي هو اللي بيبقى كده، فانت لو بتحبي الطبهات دي هاتي عدد منها، مش بتفضليها قوي عادي براحتك. وجبت البودي ده الحمالة بس خامة الكارينا، جبت منه اتنين، وجبت الطب ده اللي هو البطيخي، جبت طب بطيخي تمام، وكمان جبت طب بينك، وكمان جبت طب اسود، وجبت طب اصفر تمام اهو. جبت 7 طب واتنين بودي كارينا كات. التوبهات دي زي ما قلتلك ان انت بتجيبيها على حسب استخدامك او على حسب راحتك، انت بترتاحي تلبسيهم في البيت هاتي، مش بترتاحي هاتي اتنين، هاتي ابيض واسود، انت مش مجبره طبعا تجيبي اعداد كتيره زي كده، او لو انت جايبه اتنين او جايبه تلاته فما تقوليش ايه ده الناس بتجيب كتير وكده، لا خالص، انا جبتهم عشان بحب البسهم. بصوا دي الحاجات الكارينات اللي ممكن تتجاب اهو، بيقولك دي اشكالها. الشورت ده برضو هجيبه، بصوا شايفين، انا برضو كنت جايبة دول بس لما بيضيقوا، لما قصدي بيبقوا صعب بيبوخوا قوي. دي كده الاشكال بتاعت الحاجات اللي من كارينا، دي ميدن ايجيبت، كل الحاجات دي ميدن ايجيبت.
والله شابو ايجيبت انها بتصنع الحاجات دي. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ما تنسوش اهم حاجه لايك واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. ما تنسوش اهم حاجه لايك للفيديو ده.